في المواجهات. نعم، يعني القصف بالبراميل لا يزال مستمر على العديد من أحياء حلب، على العديد من القرى والمدن في ريف حلب. شهدنا اليوم ارتقاء عدد شهداء وجرحى جراء قصف قوات النظام بالصواريخ الفراغية على حي السكري وعلى ضيعة الأنصاري. أيضا شهدنا اليوم قصف استهدف حي الشيخ خضر، شهدنا استهداف بقية أحياء في مدينة حلب بالبراميل المتفجرة وغيرها من أنواع القصف، ربما المروحي أو طيران الحربي. في ريف حلب شهدنا 4 غارات جوية مكثفة على بلدة رتيان بريف حلب الشمالي، ووقوع عدد من الشهداء والجرحى ودمار واسع كان في مباني المدنيين. القصف طال أيضا مدينة عزاز في ريف حلب الشمالي، أيضا مدينة الأتارب في ريف حلب الغربي تعرضت إلى قصف الصواريخ وأصيب بعض الأشخاص بجروح. يعني القصف لا يزال متواصل، الشهداء لا يزالون يرتقون بشكل يومي. اليوم أكثر من 20 شهيدا في حلب المدينة. أيضا يعني بالنسبة للمعارك، شهدنا تجدد الاشتباكات بين الثوار وقوات النظام بالرشاشات الثقيلة في النقارين شرق حلب، وسط قصف متبادل بالقذائف والصواريخ بين الثوار وقوات النظام. أيضا شهدنا استمرار استهداف مدينتي نبر الزهراء الواقعتين بريف حلب الشمالي، تم استهدافهم بقذائف الهاون والصواريخ المحلية الصنع وغيرها من مناطق اشتباكات لم يتقدم فيها أحد الأطراف على الآخر. شكرا لك محمد الهادي، مراسل شبكة شان في حلب وريفها، كنت معنا عبر الهاتف.